قول لي يا رمزي. نعم. الاستاذ عادل بيعاملك ازاي؟ هو حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليوميه. حضرتك ده متخلف عقليا، انت بتساليه وبتتعاملي معاه كبني ادم يعني. واضح ان عندك عقده اضطهاد تجاه الاخرين. الله الله الله، وكمان هتطلعي لي عقد؟ انا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيا القطط الفطسانه. خلي بالك انا العلم كما بيزيد عليا الضغط انا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. برافو برافو برافو. ايه انت مبسوطه مني ولا متضايقه؟ يا ستي ما ترسيلك على حل او شوفي لك دكتور نفسي يعالجك. يا استاذ عادل انا كنت بس بنكشك عشان اعرف اللي في دماغك. حضرتك انت تعبتي دماغي خالص بجد، انا مش عارف اعمل ايه بعد كده يعني، وعماله بتسالي لي في رمزي وعماله مرمطه انا والعيله كلها، مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. بصي انا بجد مش طامن ممكن اعمل ايه. استاذ عادل انت بتشجع العنف؟ لا حضرتك انا بشجع الترسانه. انا حسبت لك كلامي بالدليل القاطع. رمزي خدامك، انت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ انا ايه هتقول تعبان؟ حضرتك انا شايله على كفوف الراحه، وحضرتك لو بصيتي لوشه والقفاه كده هتلاقي كفوف الراحه معلمه عليه. وانا بعد اذن حضرتك يا ست هانم يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره. ما تبطل امور التسول ده تقعد تقول لا ون 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 السابل. يلا انا قلت قلت انا لا ون 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 كده كده تقف عليك قدام الدكاتره. ماشي بص حضرتك هو ابن عمي بس يعني اعصابه ساعات بتوسع يعني. اعصابي بتوسع لان اعصابي لو ضقت هتخنقك يا كرام. شايفه بيقول هتخنقك ازاي قدام حتى ماشي. رمزي يا ابني ايوه اسمع كلام الاب الروحي بقى. انا واثقه ان انت بتتعب هنا اهو، شغل ومسح وكنس وتنظيف، بس كل ده هيتغير دلوقتي. الواحد ظهره اتقطم النهارده من شغل البازار اللي انا اشتغلته ده، انا عمري ما اشتغلت كده. هانت استحمل. ماشي ماشي ماشي. سوري يعني عادل كنت عايزه اكلم معاك في امور عالقه منذ زمن، فبس على انفراد يعني في سريه تامه. اتكلمي يا مدام، انا مش غريبه ولا ايه يا استاذ عادل؟ طبعا دكتوره هبه مش غريبه، دي تعتبر واحده من العيله دلوقتي لدرجه ان انا بفكر اضيفها على البطاقه. طب هات 5 جنيه بقى عشان عايزين نجيب سكر. اديها. 5 جنيه تجيبي سكر؟ ده وضع طبيعي ان راجل البيت هو اللي يدفع الفلوس بتاعه السكر، وادي 5 جنيه اهي. ايه ده بكل بساطه كده؟ طب طالما كده بقى هات 10 جنيه. ايه 10 جنيه ليه؟ ما انت لسه واخده ال 5 جنيه ولسه ما برددش في ايدي. انا حر؟ عايز اجيب شاي. عايز تجيبي شاي ب 10 جنيه؟ بقول لك ايه، ما تجيبي شاي من ابو 3 جنيه وتعملي لنا شاي خفيف بالمره يعني، عشان هو عايز 10 جنيه. قوي قوي، اتفضلي 10 جنيه اهي. انا مش مصدقه نفسي، عادل بيديني الفلوس كده بسيبان، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده يا ربي؟ طب هات 20 جنيه بقى. اكيد طبعا عايز اجيب الكوبايات اللي هتحط فيها الشاي. لا عايز اجيب براد. براد؟ اما الفتره اللي فاتت كنتوا بتعملوا لنا الشاي في ايه؟ في كوز يعني. حاضر حاضر، يلا هانت ونخلص. عادل نسيت اقول لك حاجه، المكواجي قافل 3 ايام، جات له ضرب الشمس في الغالب. احسن يستاهل، اصل المكواجي ده يعني رخم. بقول لك ايه يا عادل، بمناسبه يعني المكواجي اللي غايب بقاله 3 ايام والله اعلم هيغيب اكتر من كده، ايه هتعمل ايه في قمصانك دي؟ مين هيكوهم لك القمصان دي؟ همكوا انتوا بقى في مكوتها بقى يا سناء. يلا ليه فاكرني جاريه ماجرها لك ماما بالاجره؟ اكويهم انت. ازاي يا استاذ عادل؟ ايه حضرتك انت فزعتين، انا افتكرت ان انت مشيتي، انت لسه قاعده. انت متواكل. متواكل؟ لا والله انا لسه ما اكلتش، انا مستني الاكل على النار يعني. يعني تعتمد على غيرك في الشغل اللي انت المفروض تعمله بنفسك، وده كله لازم يتصلح. ماشي حضرتك ماشي. سناء يا حبيبتي. بص يا سناء، انا خلاص ما تكويش القمصان وانا مش هكويهم ولا حد يقرب لهم خالص، لان بعد كده الدنيا حر هنزل بالحمالات. ها خلاص يا سناء يا حبيبتي، سيبي لي القمصان وانا هكويهم هكويهم. طب بالمره يا عادل، بما انك هتكويهم هتكويهم، عندي 15 فستان و13 جيبه و14 تيشيرت، ممكن تكويهم لي معاك؟ قوي قوي، ولو عندك كمان هدوم عايزاني اخدهم فمين تحت امرك. ولا تقلق، المره الجايه هبقى اعمل حسابك. ماشي ماشي يا عادل. عادل خلاص، انا شفت بابا شفت بابا، مش قادره انا خالص. انا الجوانتي بتاعي اللي بغسل بيه الطبقات انا مش لاقياه، ومش ممكن اغسل طبقين واحد من غير الجوانتي ده. طبقين واحد هتغسليهم بجوانتي؟ ده الجوانتي ده اكيد هيتلخبط. بصي يا حماتي سيب الاطباق عنها ما اتغسلت. ها بصي يا حماتي سيب الاطباق انا بغسلهم مكانك يا حماتي. يا سلام يا حبيبي يا عادل، تو تري جونتي. حضرتك في حاجه تاني؟ هي والدتك فين يا استاذ عادل؟
حضرتك اصل ماما يعني بتحب ساعه المغربيه تريح شويه. يعني انت ما بتقعدش معاها وتتكلم؟ اه لا حضرتك بقى من غير ما تقولي ها ولا اي حاجه انا هقوم هصحيها واقعد ارغي معاها لغايه ما تزهق مني. بابا ممكن تشرح لي الدرس ده؟ ده ايه ده؟ جغرافيا؟ ايه ده جغرافيا؟ دي جميله جغرافيا. عودي يا حبيبتي عودي. يد اتنين كب الف اربعه هو محمد علي ودخل القلعه ومحمد علي دخل القلعه. يا ابني ما تخلص اكل بقى خلينا نقفل البازار ونروح يا ابني. يا دولا يعني بلاش اشحن؟ بلاش اشحن؟ تشحن؟ ما انت بقالك قد ايه بتشحن يالا؟ ده انت واكل يخرب بيتك اكلته كله. يلا يلا خلص يالا. ما تخافش يا رمزي كل كل كل. عايز اشرب عايز اشرب. انت الكباب عمالك عينيك كمان؟ ما هو يالا الميه قدامك اهي والكوبايه اشرب. مش قادر يا دولا والنبي اتقيني يا دولا اتقيني. اه كابس على صدرك مش قادر تتحرك. ماشي ماشي هسقيه. بسرعه بسرعه كمان بسرعه. حاضر حاضر. معدنيه معدنيه معدنيه. الله يرحم ميه البطاريه. اشرب ياض. شبعت يا رمزي؟ مش عارف مش عارف ايه يا مش عارف. يخرب بيتك بعد ده كله مش عارف. ده بطنه قربت تفرقع حضرتك. ده واكل 3 كيلو. الحمد لله شبعت بقى دول. انا هدخل بقى دول المخزن عشان انام بقى. ايوه خش نام وخد معاك بقيه الاكل ده عشان تفطر بيه عشان بكره عندك شغل. الاكل ده يكفيك اسبوع. ماشي يا دولا اسبوع على خير. يلا 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 هي بكره خلاص الحمد لله الكابوس هيروح. ما قلتليش يعني ان بيجيلك توابيس. لا ده كابوس جالي من يومين كده بس ان شاء الله قرب يمشي. فهمتك يا لئيم. ما تروحي بقى يا ست انت اكيد في البيت عندك قلق عليكي. مش ماشيه الا لما اشوف انت عملت ايه النهارده الاول. عملت ايه النهارده حضرتك؟ ما انت طول اليوم قاعده معايا وشايفه كل حاجه بنفسك. ايه ده بتعملي ايه؟ عضلات وشك فيها معاناه. ده مش عضلات وشي بس ده كلي. ضميرك مرتاح؟ لا. ليه؟ عشان حاسس ان في شوكه في زوري. شوكه في زوري. طب احساسك ايه وانا رايحه بكره النيابه اشهد واطلعك براءه؟ احساسي ان اخيرا اخيرا الحمد لله يا رب غمه وهتنزاح. بس عارف انا محتاجه يومين كمان عشان ادرسك فيهم. يومين ايه؟ لا ما احنا خلصنا الحمد لله ورايحه النيابه. احنا اتفقنا على كده. يومين ايه؟ انا بفكر اكلم وكيل النيابه يديني مهله كمان يومين عشان ادرس حالتك عدل. يومين كمان؟ ده انا اليومين اللي فاتوا طلعوا لي كلو في دماغي. كلو؟ يبقى لازم ادرس الكلو ده. زي ما اكون تعبان وارتحت زي ما اكون عطشان وشربت ده اللي انا بشعر بيه يا حبيب. زي ما اكون تعبان وارتحت. الله يا دولا الله. انت كنت في الحمام يا دولا؟ يلا هو دخول النيابه مش زي خروجها يا ابني. ده انت ما تعرفش النهارده وكيل النيابه قال لي ايه. قال لك ايه يا دولا؟ قال لي غور ياض من وشه وعلى الله اشوفك هنا تاني. ياه انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. يلا نعمل بقى عيد ميلاد بقى يا دولا. لا 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 مش هنعمل عيد ميلاد. هنعمل حاجه تانية خالص. ايه يا دولا ايه اللي انا قلت لك عليه؟ انا عايزك بقى تنضف لي البازار ده حته حته. ما الاقيش فيه حته ترابايه واحده. فاهم ياض ولا لا؟ انا تخليني اجيب لك كباب. انا ياض تخليني اشربك الميه بايدي ياض. ايه يا دولا يعني هم احسن مننا في ايه يعني اللي بياكلوا الكباب دول؟ اي حد في الدنيا بياكل كباب بياكل فول وطعميه احسن منك يا رمزي. انا تخليني اشربك ميه. ما هو يا دولا بصراحه يعني اللي يلاقي دلع يا دولا وما يتدلعش يبقى غبي. انت غبي بدلع او من غير دلع. يلا روح نضف كل اللي بقول لك عليه. اتكل على الله. حاضر بقى دولا بقى. الله دولا لا صحيح يعني ابو الهول مناخيره مكسوره ليه يا دولا؟ مناخير ابو الهول اتكسرت ليه؟ ايوه دولا يعني كان مثلا هو عنده زكام. لا كان عنده زكام مثلا مسك منديل راح. لا لا كسر مناخيره. يهبل يهبل. لا دي حكايه طويله. ايه احكيها لك؟ يا ريت يا دولا يا ريت يا دولا. ماشي 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 ما تحكيش الا لما اجي لك يا دولا. يلا ماشي يا دولا. يا مدرسه يا مدرسه يا مدرسه. احكي يا دولا احكي. بص يا سيدي
تسمع انت طبعا عن واحد اسمه نابليون بونابرتر؟ لا يا دولا ما عرفوش ده، ما سمعتش عنه قبل كده. يا نابليون بونابرتر يلا ده معروف جدا، ده بتاع قائد الحمله الفرنسانويه على مصر يلا. هم جم عندنا يا دولا كده ولا ايه؟ الفرنسانويين بقى ما جم مصر ومعاهم بقى نابليون، كان هو بقى الزعيم بتاعهم. فجي بقى مصر، لما احتل مصر بقى ايه، راح سرق كل الاثار وكل الحاجات اللي في مصر دي وخد معاه على فرنسا يا ابني. ايه ده يعني كل الحاجات اللي عندهم دي يا دولا بتاعتنا احنا اصلا؟ امال ايه، انت لو مشيت في الشارع في فرنسا كده هتلاقي مثلا ميدان محطوط في وسطيه مسله دي واخدها من عندنا، تلاقي ميدان تاني محطوط فيه اللي هو برج ايفل ده اللي هو عندهم ده واخدينه من عندنا. يا خبر ابيض، دول كلهم يا دولا برج ايفل والمسله والحاجات دي كلها؟ يعني عارف حتى بعد ما شالوا المسله حطوها عندهم وراح شالوا برج ايفل، حتى تلاحظ هم مسمينه ايه، برج ايفل المائل. ليه؟ لان ما كانش معاهم ميزان ميه، بعد ما فكوه من عندنا وراحوا يركبوه تاني مال منهم كده فسابوه مائل بقى زي ما هو يا ابني. يا مدرسه يا دولا، يا مدرسه، ايه المعلومات دي يا دولا؟ الله الله يا دولا. طب وبالنسبه بقى يا دولا لمراخير ابو الهول، يعني كسرت ازاي؟ قول اساسا ابو الهول اتبنى ازاي؟ لازم تكتسب المعلومات مني يا ابني، انت مش هتلاقي الفرصه دي. ماشي يا دولا، انا اسف يا دولا. ابو الهول اتبنى ازاي اصلا؟ ابو الهول بقى اللي بناه ابوه، يعني ابو الهول نفسه هو اللي بنى اللي هو التمثال بتاع ابو الهول ده، عشان ايه؟ تخليدا لان ابنه كان نجح في ثانوي هول يعني، فراح جاب له الحكايه دي. يعني ابو الهول دون كان ليه ابن يعني اسمه هول؟ وسموه هول عشان ام هول ولدت هول في الصاله في الهول يعني، عشان كده سموه بقى هول، وده ابو الهول ودي ام هول وكده. طب وكسروا بقى مناخيره ليه يا دولا بقى؟ ما هو نابليون بونابرتر ده اما جه مصر ايه، بعد ما سرق بقى برج ايفل وبعد ما سرق الحاجات دي كلها، ما عرفش يسرق اللي هو التمثال نفسه بتاع ابو الهول ده، فبكوعه راح كسر مناخيره غلاوي. يا سلام، يعني هم سرقوا المسله وسرقوا برج ايفل وما عرفوش يسرقوا ابو الهول؟ لا ما هم كانوا عارفين يسرقوه، بس هم وجايين بالعتله ولا اهل مطك دي اللي تخليني مش احكي لك حاجه تانية، وانت اللي مش هتستفيد من معلومات التاريخ اللي انا بقولها لك. يا دول ما انا عايز افهم يا دول، واحده واحده يعني. من غير ما تفهم اللي انا اقوله لك تاخده كده اهو وتمشي بيه على طول. ماشي يا دول. روح روح يلا نروح ننضف البازار. يا دول هو ابو الهول مش حكي لك تاني، مالكش دعوه. كان قاعد ليه كده يعني؟ متضايق منك، متضايق منك ولا منهم ولا ماشي. ننضف البازار ماشي بقى، ومش عايز تمثال على نقطة التراب. ماشي يا اخويا ماشي، يلا نضف الكل شوية، نضف البتاع.